السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهارده في حلقة جديدة ونسأل ميكانيكي. النهارده بعد ما نزلنا فيديوهين للكرنك وتقسيمة الشامبر وتركيب البيستم، هننزل بقية الفيديو اللي هو التقسيمة وتجميع الماكينة. ياريت متنسناش في الدعم القناة، وأي حد عنده سؤال اكتبه لنا في التعليقات واحنا إن شاء الله نرد عليه. ودلوقتي هنركب التقسيمة. طبعا التقسيمة بيبقى في كل علامات، لازم انت تركب العلامات، العلامه اللي هي زيها في الترس الثاني. بس قبل ما تركب العلامات، في هنا الترس اللي هو المناول اللي بيوصل الكامة بترمبة الديزل، ده في سوسته. في ناس كتير بتيجي تفك رمبة الديزل او تفك التقسيمه وتيجي تركبها وما بتعملش السوسته بتاعته، فبعد كده لما تيجي تشغل بيجيب معاك صوت شخشخه زي كده. فده اللي احسن انك تعمل الزرجينه بتاعته، ونوريك دلوقتي ازاي الزرجينه بتتعمل عشان تركب معاك مظبوط. ترس على المنجلة وتجيب مسمار 10، واليمة التانية بتلاقي هنا سن 10، وفي هنا فورم في الترس ده وفورم في الترس العريض. لازم انت تخلي المسمار يربط في السن ده، هو دي التقسيمة بتاعته المظبوط عشان تجيب الزرجينة بتاعته بالطريقة دي كده. بتجيب انت بقى الزرجينة او مفتاح انجليزي اللي عندك يعني، وتعمل كده. بص كده هتلاقي هنا فورم اهو. بص ده المسمار ما بيركبش، لازم تعمل الزرجينه اللي هي كده عشان يركب الاخر ده. اول واحد يعني كده تفك وتمسك الترس اللي تحت، ثلاث تروس على سوسته. تمسك الترس اللي تحت كده، بالطريقة دي كده، وتلف برضك بس، وتبص اليمة التانية. لما تلاقي طلع هنا معاك كده يبقى كده مظبوط كده. الزرجينة اتعملت، وتركب بقى هناك. بعد ما ورينا لكم الزرجينه بتاعه الترس اللي هو بتاع المناول بتاع اللي مصر بتظبط بترمبة الديزل، هنقول دلوقتي التقسيمه كلها على بعضها. في الاسوز من اول 2007 لحد 2021 ما عادش فيه ارقام ولا عاد فيه علامات غير الايه؟ النقط. النقط يعني انت هتلاقي الكرنك نقطه واحده، الكامه نقطتين اثنين، الترس المناول بتاع الكامة والكرنك نقطة واثنين وتلاتة، الترس اللي بعده بردك تلاتة واثنين، والترومبة تلاتة. دي العلامات بتاعتهم، ما عادش بقى حروف ال N وال A والحروف دي. ودلوقتي هنركب مع بعض. تجيب الكرنك فوق، بالطريقه دي كده. بعد كده تركب معاك وانت بتركب الكرسي بتاع المناول ده، ما بيركبش غلط، عشان لو ركب غلط بيجيب الزيت لتحت وبيحرق الترس لفوق. بتلاقي هنا علامه زي دي كده بتضخ الزيت لفوق، فلازم يكون اتجاهها فوق كده، اللي هي الشرطه دي. انزل عادي. دي
زي ما انتم شايفين كده اهو، ادي الزومبا على الزومبا والزومبا على الزومبا. بالطريقه دي كده تربط المسمار. وتركب الترس التاني. تلاقي هنا علامة ثلاثة، تركبها العلامة بتاعة ثلاثة. لازم تتأكد ان العلامات مظبوطة عشان العربية تدور معاك وما تدخنش. انا كده ربط المسمار. دلوقتي هتركب اخر ترس بتاع ترمبة الديزل. دلوقتي هنركب ترمبة الديزل على نفس العلامات اللي قلت لكم عليها برضك، اللي هي 2 عند 2. زي ما انتم شايفين كده، ادي العلامه بتاعه الترومبا، ادي العلامه بتاعه الترس الثاني، ادي الكرانك، ادي التايم. ودلوقتي خلاص بعد ما اتاكدنا ان كل حاجه مظبوطه، نفك بقى المسمار العشرة ونركب ونركب الوقت.